السيد أشرف العايدي مدير التنفيذي لشركة انتر ماركت ستراتيجي. أشرف أهلا بك. بداية أريد أن أسألك هنا النقطة، مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي يوم أمس تحدث عن مساعدات إنسانية humanitarian assistance، هل تعتقد بأنه لربما في القمة الاتحاد الأوروبي قد يتم ترتيب بعض المساعدات الإنسانية بين قوسين، لربما مساعدة اليونان على مدى بضعة أيام أو بضعة أسابيع إلى حين التوصل إلى اتفاقية؟ نعم ناصر، لما تكون في موقف دائنين الاتحاد الأوروبي وتلقى مفاجأة في وجهك أنه مش إلا تسيبراس وفاروفاكس هم اللي رافضين ولكن كل الشعب، ولما تقرأ في الجرائد أنه في هناك حالة ركود وحالة كساد، فطبعا الاتحاد الأوروبي يريد أن يتخذ بحملة رأي ببليك ريليشنز ويقول نحن مش إلا مركزين على ارتفاع على رفع الضرائب وعلى تخفيض النفقات للمتقاعدين، ولكن كمان يعني احنا وي دو كير، ولا احنا بدنا بهمنا انه حاله الناس وحاله حاله القوى الاجتماعيه والى اخره. اذا بدك تعطي المساعده خلي المساعده مساعدة الطوارئ من قبل البنك المركزي الأوروبي كما قالت كارينا، وأعتقد أنه على الأقل سيتم المينتينينج وسيتم بقاء ال 89 يورو بليون يورو وليس ارتفاعها. نعم طيب، إذا تتوقع إبقاء البنك المركزي هذا اليوم على برنامج السيولة عند مستوياته الحالية. نعم. ماذا تتوقع بالنسبة لقمة الاتحاد الأوروبي يوم غد؟ يعني هل نستطيع بداية أن نلحظ عودة البنوك اليونانية لفتح أبوابها يوم غد في حال قيام البنك المركزي بإبقاء مستويات السيولة كما هي؟ أظن إذا سيتم إبقاء السيولة من البنك المركزي الأوروبي فطبعا البنوك ممكن تقدر تكون فاتحة، ولكن إلى أي ساعة يمكن كل فرد من الشعب اليوناني أنه يأخذ الستين يورو؟ هل هذا سيمكن أن يستأنف إلى الساعة 9:30 الصبح ولا الساعة 11 ولا الساعة 12؟ وإذا سيستأنف لآخر الدوام لآخر اليوم إلى أي يوم الأسبوع؟ فأعتقد أنه يمكن أن سيخفضون الليمت هذا الحد من 60 إلى 40 إلى 30. أما بسؤالك الثاني، أعتقد أنه الآن الاتحاد الأوروبي الآن يواجه الواقعي، وهو الواقعي أنه فاروفاكس وتسيبراس كانوا أنهم يريدون debt relief وهو تخفيف العبء الديون، ويعني بالعربي أنه إذا أنت من الدائنين أنه لازم مش لازم تتوقع دولار بدولار، ولكن لازم تتوقع 80 بنس، يعني 80% من الدين الأصلي، من الفائدة هذه ولا من الكوبون، وليس 100%. نعم هذا إشي، والإشي الثاني أنه يمكن إعادة هيكلة الديون ولا تمديد مادة الاستحقاق، يعني أنه بدل ما يدفعونهم يعودوا لهم في 20 يوليو ب20 من الشهر هذا، يمكن بيسووها يعني بعد 5 أشهر. فلازم الاتحاد الأوروبي والصندوق النقد الدولي لازم أنه الآن واعيين أنه اللعب تغير، واللعب تغير وكل اليونان ضدها وكل الشعب ضدهم، وهذا أمر كثير واقعي، لأنه مش لازم وخروج اليونان من أوروبا يا ناصر ليس خيار ولا لأوروبا ولا لليونان. طيب أشرف، فيما تبقى لنا من وقت يجب أن نتحدث قليلا عن يعني العملات، اليورو تحديدا واليورو مقابل الدولار. لم نلحظ حركة قوية على هذا الزوج، وصل إلى 1.79، خسائر محدودة يعني هذه التي شاهدناها فقط. يعني هل تعتقد بأن اليورو مقابل الدولار معرض لمزيد من الخسائر، أم أن ردة فعل الأسواق ستبقى ميوتد عند هذه المستويات؟ أنت قلت الكلمة، الهبوط في اليورو يكون كنتيجة ردة فعل الرياكشن لو،
ولكن الإشي التدريجي اللي هو الارتفاع. يوم الأحد اللي فات بعد يوم الأحد اللي فات لما فتح الداكس الفيوتشرز العقود الآجلة في الداكس مؤشر ألمانيا في يوم الأحد بالليل يوم الأحد اللي فات كانت هناك فجوة 350 نقطة، ولكن لم يتم تعبئة الفجوة في آخر يوم جمعة اللي فات، أوكي؟ ولكن اليورو عبى الفجوة يوم الأحد اللي فات في نهاية جلسة لندن في يوم الاثنين. المرة هذه الآن اليورو لساته الآن في وسط طريق إنه يعبي الفجوة هذه، إنه يعني يعود إلى ما أغلق في يوم الجمعة، ونحن يعني نفكر ذلك. ولكن الداكس أيضا نحن نعتقد أنه سيعبئ الفجوة، يعني بالعربي نعتقد أنه الداكس سيعود إلى 11100 ولا 11200، ولكن أخشى أنه هذه ستكون فرصة بيع للداكس، ونحن نتوقع أنه الداكس سينزل مجددا إلى متوسط 200 اليوم وهو 10600. بكفي اللعب الدوران هذا اثنين يعني يومين فوق وثلاثة تحت، الداكس بده ينزل والنزول هذا يعني راح يسويه. اليورو اعتقد انه سيلقى نوعا من الهدوء، واعتقد انه سيلقى نوع من الهدوء يعني حوالي دولار و12 دولار و11. إذن مع ترقب ما ستحمله لنا الساعات القليلة الأخرى، شكرا لك من لندن السيد أشرف العايدي مدير تنفيذي شركة إنتر ماركت ستراتيجي، كان معنا من لندن. شكرا.